هل معنى قول الشيخ رحمه الله والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هل معناه أنه لا ينقطع أو أن الجهاد ينقطع زمانا ثم يعود؟ معناه أن حكمه باقي، حكمه باقي، ما أحد يمنع الجهاد عند توفر شروطه، ما أحد يمنع. في ناس كما قلت لكم الآن يقولون ما الإسلام ما فيه جهاد، اللي يقول أن الإسلام فيه جهاد هذا يصف الإسلام بأنه عدوان وأنه يسفك الدماء وأنه دين قتال ودين قتل، هذا يبي عقل الجهاد. فنحن نقول الجهاد حق، وإن لم نكن نحن نجاهد لمانع، الجهاد حق وباقي. فرق بين القيام بالجهاد وبين اعتقاد وجوب الجهاد وأنه حق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر،